السرقة والنهب والاستيلاء أساليب متعددة لوجه واحد. ميليشيات الاحتلال التركي مرتزقة الثورة ودمى الحرب في سوريا، فلا الأراضي الزراعية سلمت منها ولا منازل المواطنين والمهجرين الكرد تمكنت من الاحتفاظ على حرمتها، وكل قرية من قرى عفرين تحمل في ذاكرتها مرورهم كالجراد أكل الأخضر واليابس. قرية كاخري المتميزة بجمال طبيعتها الخلابة وبيوتها الطينية ذات السقوف الخشبية والإسمنتية، على بعد 10 كيلومتر جنوب غربي مركز ناحية معبطلي، محاطة بسلسلة جبلية مزروعة بأشجار الزيتون. كاخري أو آخور وتعني بالكردية الحظيرة، كما ذكر ابن آجة أن آخور مرتبة عسكرية هامة في العهد المملوكي، صاحبها مسؤول عن اسطبل السلطان. بلغ عدد سكان قرية كاخري الأصليين 2200 نسمة، لكن أثناء العدوان التركي واحتلالها لإقليم عفرين في آذار 2018 حل البلاء وعانت الويلات وتهجر أهلها، فما أن مدت سلطة الاحتلال سيطرتها حتى استباحت ميليشيات السلطان سليمان شاه القرية الوادعة، نهبت حوالي 260 منزلاً، استولت على الأثاث والأدوات الكهربائية واسطوانات الغاز والأواني النحاسية، سرقت محتويات المدرستين الابتدائية والإعدادية ومحتويات النقطة الطبية للهلال الأحمر، سرقت وسائل النقل الخاصة التي لم يتمكن أصحابها من إنقاذها من سيارات وجرارات زراعية، واستولت على مجموعات توليد الكهرباء ومركز الإنترنت وكوابل شبكة الكهرباء، كما حولت منازل المهجرين الكرد لمقرات عسكرية ومساكن لعناصرها، ومن ثم وضعت الميليشيات أياديها على معاصر الزيتون وجميع آلياتها، استولت على نحو 11,000 شجرة زيتون والفاكهة عائدة للأهالي المهجرين قسرا من القرية. لم تكتفي بذلك، بل قطعت الغابات والأشجار الحراجية بغية الاتجار بها للتحطيب، ونبشت موقع بيراتل الأثري بحثا عن الكنوز الدفينة، ولتغيير هوية القرية وطنت نحو 225 عائلة من المستقدمين التابعين لها. فهذه الميليشيا القادرة على ممارسة كل الأفعال اللا أخلاقية بحق البشر والشجر والحجر تتستر تحت اسم سلطان عثماني، السلطان سليمان شاه، وكأنها تعيد تاريخ السلاطين العثمانية الدموية، وترتكب كل الممارسات المنافية للقانون الإنساني الدولي. فقد تعرض الأهالي الباقون في القرية على أيديهم لمختلف صنوف الجرائم من قتل واختطاف واعتقال وتعذيب وابتزاز مالي وغيره، حتى أن المواطن عبد عارف إبراهيم قتل تحت التعذيب بعد اختطافه في نيسان 2018 دون تسليم جثمانه لأهله. فهل تعتقد أن جرائم الميليشيات ستمضي بدون محاسبة؟ وهل سيتخذ المجتمع الدولي قراراً حازماً ليحمي ما تبقى من هوية ومعالم وخصوصية الإقليم الكردي؟